لو الحكاية فيها إن فيتو بيشتغلوا وبيأكلوا وبيشربوا وبيتجوزوا وعايشين عيشة كريمة. طب ما احنا نشوف قليل ده برضو مع شبابنا نفهمهم وجهة النظر. أنا النهاردة ابني لو جاء قال لي أنا عايز أشتغل في الشغلانة دي وحسيت إن الشغلانة دي إن هي هيقولوا لا، يعني في ناس بتقول له عيب ما ينفعش تشتغل الشغلانة دي. أولا الشغل لا عيب ولا حرام، الشغل طالما في آخر الشهر بكسب وبكفي بيتي وبكفي نفسي وبكفي أسرتي لا عيب ولا حرام. للأسف أنا سافرت دول العالم كلها بره، اللي ما بنرضاش بيه هنا بنرضى بيه بره، وده اللي أنا مستغرب منه. يعني أنا بشوف شباب هنا بيبقى قدامهم مصايب بثلاث أربع آلاف جنيه وخمس آلاف جنيه يقول لك لا ما اشتغلش الشغلانة دي، أروح أسافر بره أشتغل. طب أنت هتسافر بره تشتغل نفس الشغلانة، وللعلم 90% من اللي بيشتغلوا بره بيتعبوا جدا، وأنا بصفق عليهم جدا. وأولا ظروف مناخية ما تعودش عليها، ثانيا بيتعامل معاملة مواطن درجة تانية لن يتعامل معاملة مواطن درجة أولى، ثالثا إحنا عندنا المثل يقول أهلك لا تهلك. صدقني جوه مصر أنا بسافر في كل حتة وببقى راجل رايح معايا فلوسي في جيبي وكل حاجة، بس لما بنزل البلد دي بحس براحة نفسية. كل إنسان كل مواطن في بلده كده، فبالتالي لازم الفكرة توصل للمواطن. الدولة فيها 7 مليون موظف 6 مليون موظف حاجة كده صح؟ إحنا أكتر دولة تقريبا في أفريقيا وتقريبا من 10 أول 10 دول في العالم فيها موظفين عدد موظفين. وبالمقابل أنا ضد فكرة إنه موظف واحد يمشي، أنا ضد الفكرة دي. وأول واحد في المجلس وإحنا كلامنا هنقف لدين، لو حد حاطط في دماغه إنه يمشي موظفين إحنا ضد هذه الفكرة تماما، لن يكون ذلك خالص. طالما أنا العقد الشريعة المتعاقدين تعاقدت معاه وجبت له يشتغل يبقى لازم يكمل لغاية سن المعاش ويطلع معزز مقرر خلاص. بالرغم إن إحنا مدفع 320 مليار للموظفين، وبالرغم إن حضراتكم أنتوا نفسكم بتشتكوا من طبيعة الموظفين وطبيعة ترهل الجهاز الإداري والمستثمرين أيضا. يعني المستثمرين حتى يعني أي مستثمر تيجي تقول له دلوقتي من ضمن المعوقات اللي بتعوقك إيه يقول لك الجهاز الإداري. ليه؟ يقول لك أنا ممكن أروح أقعد سنة وما أعرفش أخد تصريح. حتى إحنا عندنا اقتراح كلامنا وقلنا الاقتراح ده عدة مرات إن إحنا ليه ما نخليش تجربة هيئة تنمية قناة السويس بتاع الدكتور أحمد درويش هي السارية في جميع أنحاء المحافظات. يعني أقسم المحافظات 6 قطاعات استثمارية، جنوب الصعيد، شمال الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، مدن القناة، مدن مطروح، وأعمل للمحافظ حق في إصدار القرارات الخاصة بكل وكلاء الوزارة اللي عنده، وهو يبقى قادر على إصدار الموافقات بحيث أن يكون هناك أداء سريع. هذا الأداء السريع هيؤدي في الآخر أن احنا يبقى عندنا حاجة واحدة إنجاز، لأن الدول بتخص بحكم الإنجاز. في دول زي دبي دلوقتي وزي سنغافورة وزي ماليزيا وزي جنوب أفريقيا تقدر تدفع أكتر من مصر بس تطلع لك الموافقات في خلال مثلا بيديك شهر، في خلال شهر حضرتك تيجي تاخد رخصة المصنع أو المنشأة، بس بيدفع كتير.